أهلا طلابنا الأعزاء، مبسوطة إني أشوفكم في اللقاء الثاني من الدروس التحضيرية لأول مناول وتثبيت. اليوم رح نحكي عن قانون الإيمان. لما نحكي قانون الإيمان، إذا هو بيجمع كل المسيحيين بهذا القانون اللي بخص الإيمان المسيحي. طب سيستر، قانون الإيمان طويل صعب نحفظه، اليوم رح نوضحه، رح يكون بالنسبة إلك سهل وتستمتع بطريقة حفظه. رح نختصره إنه قانون الإيمان بضم 3 أمور أو تعاليم مسيحية مهمة. أول نقطة بتخص 3 عقائد إيمانية. إذا قانون الإيمان يختصر 3 عقائد إيمانية، هلا رح نحكي عنهم. ثانيا بيختصر عن الكنيسة. ثالثا عن الحياة الأبدية. بضم هدول الـ3 مواضيع مهمة اللي بتخص الإيمان المسيحي. النقطة الأولى، 3 عقائد إيمانية، أو بنحكيها الأسرار الإلهية الـ3 اللي بشرحها قانون الإيمان. لما نحكي كلمة عقيدة تعني القرار أو الحكم الذي لا يشك به ولا يمكن أن يتغير. إذا لما الكنيسة تعلن إلنا عقيدة بالتعليم والإيمان المسيحي ما بيتغير. وفي عنا بالإيمان المسيحي اللي بيلخصها قانون الإيمان 3 عقائد إيمانية مهمة بتجمع كل المسيحيين. أول عقيدة هي، أو أول سر إلهي، هو سر الثالوث الأقدس. الثاني سر التجسد. الثالث سر الفداء. لما نحكي الثالوث الأقدس، يعني قانون الإيمان بلخص لنا إنه الله آب وابن وروح قدس. هلا رح نتعرف ورح نشوف كل قسم أو كل فرع منها إيش بيشرح. الآب مختصر من هو الآب، مختصر من هو الابن، مختصر من هو الروح القدس. تمام. النقطة الثانية، رح نعرف الكنيسة بشكل عام شو هي صفاتها. لما نحكي اشرح لي ما هي الكنيسة. والنقطة الثالثة عن الحياة الأبدية. إذا نبدأ سطر سطر بقانون الإيمان. لما نحكي نؤمن بإله واحد، إذا المسيحيين نحن نؤمن بوجود الله الواحد. هذا الله الواحد في 3 أقانيم. شو يعني يا سيستر في 3 أقانيم؟ 3 أقانيم يعني الأقنوم هو شخص، لكن اللي بيميز الثالوث الأقدس إنه صحيح آب وابن وروح قدس، لكن متحدين في الجوهر في الله الواحد. مشان هيك هم متساويين، يعني ما بنقدر نحكي إنه الآب أعلى مرتبة من الابن أو الابن أعلى من الروح، لا. هذا هو قانون الإيمان المسيحي، الله واحد لكنه في 3 أقانيم متساوين في الجوهر. واضح؟ متحدين من غير امتزاج، يعني ما حدا بيلغي الثاني، ومتميزين. هلا رح نعرف عن الآب والابن والروح القدس، لكن بغير انفصال. يعني حتى لما المسيح أجا على الأرض ما انفصل عن الآب والروح القدس، هم في وحدة دائمة. إذا نبدأ نؤمن بإله واحد عن الآب. آب ضابط الكل. إذا الله الآب شو يعني ضابط الكل؟ يعني كل شيء تحت نظره، كل شيء تحت معرفته. ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كنا بنعرف بسفر التكوين عن الخلق كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح. إذا عرفنا عن الآب، عن يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. شو يعني لما نحكي مولود قبل كل الدهور؟ هاي دليل إنه الآب والابن طبعا والروح القدس في وحدة دائمة أبدية منذ الأزل وإلى الأزل. مشان هيك بنحكي مولود من الآب قبل كل الدهور، يعني موجود منذ الأزل بوحدة جوهرية مع الآب والروح القدس. ونكمل، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق. مولود غير مخلوق، كتير جملة بتوضح إنه الخلق يعني ما كان موجود. تمام. لما نحكي شيء انخلق أو المولود انخلق يعني ما كان موجود، لكن لما نحكي عن يسوع المسيح مولود غير مخلوق، يعني هو منذ الأزل موجود مع الله الآب والروح القدس، لكنه في يوم من الأيام انولد وتجسد على الأرض من مريم العذراء بقوة الروح القدس.
إذا هاي الجملة بتوضح الفرق بين مولود مهمة ذكرت مولود غير مخلوق حتى تثبت أن يسوع المسيح موجود منذ الأزل في وحدة مع الآب والروح القدس. مولود غير مخلوق ومساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، واضح؟ من أجل خلاصنا، وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس. لما نحكي تأنس يعني أخذ جسدا، أصبح إنسانا مثلنا، واتحدت فيه الطبيعة الإنسانية والإلهية. مشان هيك قانون الإيمان كتير بوضح عن عقيدة الثالوث الأقدس شو هي: الآب، شخصية الآب، شخصية الابن، وشخصية الروح القدس المتحدين والمتساوين في الجوهر. لما نحكي وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، إذن يسوع هون أصبحت في الطبيعتين الإلهية والإنسانية متحدتين مع بعض، طبيعتين متحدتين في شخص يسوع المسيح. ما بنفصل إنسانيته عن ألوهيته، إذا عاش إنسان مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، وإله من خلال مغفرته للخطايا، من خلال عجائب اللي عملها، ومن خلال موته وقيامته من بين الأموات. مشان هيك بيكمل قانون الإيمان بيحكي عن يسوع المسيح: صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم، تألم بصفته إنسان، لكن ما فقط طبيعته الإلهية، الطبيعة الإلهية موجودة ومتحدة معه، ولكن الطبيعة الإنسانية تألمت كونه إنسان، ومات وقبر، وكونه إله قام في اليوم الثالث كما في الكتب. هكذا أحب الله العالم حتى جاد بابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن وبكمل بيحكي: صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. إذن هاي يوم الدينونة العظمى اللي فيها يسوع المسيح سيدين الجميع الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. هلأ شرح عن الروح القدس، ورح نحكي أكثر عن الروح القدس لما نشرح عن مواهبه وثماره في حياتنا اللي رح ننالها بسر التثبيت المقدس. الروح القدس هو الرب المحيي، هو المنبثق من الآب والابن، والذي مع الآب والابن يسجد له ويمجد. لماذا؟ لأنه هو متحد مع الآب والابن في الطبيعة الإلهية غير منفصل. لحتى أوضح لكم إياها، يعني لما نحكي الله محبة، الله محبة يعني محبة الآب للابن ومحبة الابن للآب، والروح القدس هو روح المحبة بينهما والذي يفيض على كل البشر. إذن هاي مختصر عقيدة الثالوث الأقدس: الله واحد في ثلاثة أقانيم، آب وابن وروح قدس. كمان الروح القدس بعطي نعمة للأنبياء حتى ينطقوا ويبشروا بملكوت الله. هلأ النقطة الثانية اللي بوضحها هي عن الكنيسة. إيش المختصر اللي عن الكنيسة بوضح قانون الإيمان؟ الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. لما نحكي واحدة لأنه رأسها واحد هو يسوع المسيح، وإحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح، لهيك الكنيسة واحدة بمختلف طوائفها، بمختلف كنائسها وتنوعها. الكنيسة واحدة بشخص يسوع المسيح الذي يجمعها. لما نحكي كنيسة مقدسة، سهل. لماذا مقدسة؟ لأن الله يقدسها، الله حاضر في الكنيسة، الله يقدس بالروح القدس كل المؤمنين، كل المسيحيين اللي بتشملهم الكنيسة. مشان هيك الكنيسة مقدسة وتثبت إلى الأبد، ودائما روح الله القدوس يلهم المؤمنين اللي فيها لكل خير وكل صلاح، لبناء الكنيسة والشعب المؤمن. منكمل منقول الكنيسة جامعة، جامعة يعني لكل الأمم، لكل البشر، لا تميز بين بشر وآخرين. الكنيسة هي تضم ورسالتها لكل البشر من أجل الخلاص، لأن المسيح أتى من أجل خلاص كل البشرية. لما نحكي رسولية يعني مبنية على الرسل. نعرف أنه الرسل هم نشأت الكنيسة يوم العنصرة لما حل الروح القدس وبدأ الرسل في التبشير. إذن الكنيسة رسولية ومستمرة بتعليم الكنيسة من الآباء القديسين، من الكتاب المقدس، من تعليم الرسل، تمام؟ مستمرة من خلال الكهنة اليوم، الرهبان والراهبات، من خلال المؤمنين الملتزمين بخدمة الكنيسة، فهي رسولية. يسوع حكى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وبشروهم، تمام؟
إذن هنا توضيح مختصر عن الكنيسة: واحدة، جامعة، مقدسة، رسولية. وأنا اليوم المسيحي، أنا أنتمي للكنيسة الواحدة والجامعة والمقدسة والرسولية. بدك تكون واعي لهذا الانتماء. مشان هيك كتير مهم وإحنا بنتحضر للمناولة أنتبه إنه أنا سلوكي وأفكاري وتصرفاتي مش بس مختصرة في عيلتي، في مدرستي، في أصدقائي، لا لا، تصرفاتك كلها وكل سلوكك المسيحي مرتبط في الكنيسة. يعني أنت بشكل أو بآخر لما تعمل عمل حتى لو صغير بسيط محبة، رح يأثر على كل الأعضاء، لأن كلنا متحدين بجسد المسيح الواحد. ولا سمح الله نفس الإشي، الخطيئة أيضا تؤثر على جسد المسيح. مشان هيك بدي تكونوا واعيين، تكون شخص بناء، تبني جسد المسيح للخير للمحبة. وإذا حصل وشعرت إنك هدمت إشي معين بجسد المسيح بخطيئة معينة، هياتنا عم نتحضر لحتى نعترف فيها ونرجع ننطلق من جديد بأعمال المحبة. تمام، هلأ شرح الحياة الأبدية، وأيضا نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ولنترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. إذا نحن نؤمن بالقيام الأبدية، ونحن دائما بنصلي من أجل راحة النفوس الموتى جميعا، ونطلب أيضا شفاعتهم حتى يتشفعوا فينا إحنا نعيش حياة صالحة على الأرض، وتكون ونهايتنا بالاتحاد مع الله في ملكوته السماوي. اللي بدي أوضح لكم إياه بأنه ملكوت الله يبدأ من هنا على الأرض ويكتمل في الحياة الأبدية. وهي الرسالة اللي أتى يسوع المسيح حتى يعلمنا إياها: توبوا فقد اقترب ملكوت الله. واللي معه إنجيل يفتح معي على هاي الصفحة بإنجيل القديس لوقا فصل 17، تقدر تفتح عليه إنجيل القديس لوقا فصل 17 الآية 20. تبعوا معاي شو حكى يسوع المسيح عن الملكوت: مجيء ملكوت الله. ولما سأله الفريسيون: متى يجيء ملكوت الله؟ أجابهم: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم. كلام الرب، الشكر لله. إذا يسوع المسيح بيوضح لنا أنه الملكوت يبدأ منذ الآن، لما أنت تعيش المحبة وسط عيلتك، وسط أسرتك ومجتمعك، تبدأ بعيش ملكوت الله ويكتمل في الأبدية. مشان هيك بدك تعرف أكثر عن الملكوت، بدك تعيش المحبة على الأرض، تعرف على شخص يسوع المسيح، خذه صديق لحياتك. ابدأ من اليوم بصداقة يسوع المسيح، وتعرف أكثر وأكثر على تعاليمه وعجائبه، لحتى تبدأ تعيش الملكوت من هون على الأرض من خلال معرفتك أكثر بيسوع المسيح. قديش مهم وقديش حلو إنه أنت عم تتحضر وتعرف أكثر عن شخص يسوع اللي راح تتحد فيه بسر المناولة المقدس، راح يعطيك كل نعمه، كل محبته. فكم بالحري إنك تعرف هذا الشخص، الإنسان والإله، اللي راح يتحد معك وراح يعطيك كل نعمه وحياته الإلهية. أنت في دورك كمان تعرف على يسوع المسيح، وابدأ من اليوم خطط وخذ قرار إنك تبدأ تقرأ أحد الأناجيل الأربعة، لو كل يوم فقرة معينة، لو كل يوم آية معينة تحفظها. واللي بحب يبعت لي كمان إنه سيستر أنا مثلا حفظت الآية الفلانية، تعلمت هاي الجملة من أقوال يسوع المسيح ومن حياته على الأرض وبلشت أعيشها. لحتى نتحضر للموضوع الثالث الحصة القادمة إن شاء الله، وحضروا معكم ورقة وقلم لأنه راح تحتاجوهم، واللي كمان عنده ألوان يحضرها، لحتى أشوفكم إن شاء الله في اللقاء الأسبوع القادم. سلام المسيح معكم جميعاً.